نتكلم على حاجة اسمها 2 3 ديفوسفوجليسرات، 2 3 ديفوسفوجليسرات باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. كلمتين صغيرين عن ال 2 3 ديفوسفوجليسرات هتقابلنا كتير قوي واحنا بنتكلم سواء في البلاد ترانسفيوجن او سواء في الريسبيريشن وانا بتكلم على الاكسجين ديسوشيشن كير. فكلمتين صغيرين يفهموني يعني ايه 2 3 ديفوسفوجليسرات وعلاقتهم وعلاقته بالفسيولوجي. اولا محتاج اعرف ديفينيشن يعني ايه 2 3 ديفوسفوجليسرات. ال 2 3 ديفوسفوجليسرات از ذا موست ابوندنت اورجانيك فوسفيت ان ار بي سيز وير اتس كونسنتريشن از ابروكسيميتلي ذات اوف هيموجلوبين. نركز في النقطه دي مهمه قوي. الميتابوليزم بتاع الريد بلاد كورباسل زي ما احنا عارفين، اولا الريد بلاد كورباسل از ديفايد اوف ايه، اوف ميتوكوندريا اللي هي بيت الطاقه، ما فيش فيها ايه ميتوكوندريا، دي ار بي سيز. السيل اللي ما فيش فيها ميتوكوندريا زي الار بي سيز هلاقي فيها حاجه اسمها 2 3 ديفوسفوجليسرات بكميه كبيره، وهنشوف ازاي حال. الخليه اللي فيها ميتوكوندريا هلاقي 2 3 ديفوسفوجليسرات قليله، وهنشوف حالا ازاي بيتكون 2 3 ديفوسفوجليسرات. فلو جيت اشوف الار بي سيز هلاقي الموست ابوندنت اللي هو كميته كتير قوي اورجانيك فوسفيت في الار بي سيز هو مين؟ ال 2 3 ديفوسفوجليسرات، لدرجه ان تركيزه تقريبا زي الهيموجلوبين، وده مهم جدا في الفانكشن بتاع الهيموجلوبين اللي هي ترانسبورت اوف اكسجين، وهنشوف حالا. طب بيتصنع ال 2 3 ديفوسفوجليسرات منين؟ ال 2 3 ديفوسفوجليسرات از سينثسايزد فروم ان انترميديت اوف جلايكوليتيك باسوي. الجلوكوز بيدخل في جلايكوليسيس. الجلايكوليسيس ده عشان يعمل لي ايه؟ هياخد طاقه واستفاد بها السيل. الجلايكوليتيك باسوي لو جيت ابص بصه سريعه عليه كده، جوه الار بي سي الجلوكوز هيتحول لحاجه اسمها جليسرالدهايد 3 فوسفيت. هذا الجليسرالدهايد 3 فوسفيت في وجود جليسرالدهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، والناد اللي اتحول لناد اتش زائد هيدروجين ايون هيتحول لواحد 3 ديفوسفوجليسرات، او يتقال عليه واحد 3 باي فوسفوجليسرات. الواحد 3 ديفوسفوجليسرات في وجود فوسفوجليسرات كاينيز، وهيكون لي اي تي بي من الاي دي بي والفوسفيت، يديني 3 فوسفوجليسرات اللي بدورها هتتحول للبيروفيت اللي هي تتحول لللاكتيت او اللاكتيك اسيد اللي هتزود الايه الهيدرو الايه تقلل البي اتش، يعني هتزود الاسيديتي اللي موجوده في الار بي سيز واللي موجوده في البلاد ان جنرال. طيب الانترميديت اللي عندي اللي هو 1 3 بايفوسفوجليسرات او بايفوسفوجليسرات في الباسوي بتاع الجايكوليسيز اللي عندي دوت، في وجود انزيم غايه في الاهميه بيتاثر بالبي اتش، حاجه اسمها البايفوسفوجليسرات ميوتيز، بيحول لي ال 1 3 بايفوسفوجليسرات ل 2 3 بايفوسفوجليسرات اللي انا بتكلم عنه. لو زادت البي اتش بتزود الاكتيفيتي بتاع الديفوسفوجليسرات ميوتيز، فيزيد ال 2 3 ديفوسفوجليسرات. وفي نفس الوقت لو زادت البي اتش هتقلل اكتيفيتي بتاع انزيم تاني اسمه 2 3 ديفوسفوجليسرات فوسفاتيز اللي هو بيكسر لي ال 2 3 ديفوسفوجليسرات الى 3 فوسفوجليسرات ويطلع لي فوسفيت زي ما واضح كده. يبقى بالتالي واضح ان سايد واي بيتكون لي ال 2 3 ديفوسفوجليسرات من الجلايكوليتيك باسوي. يعني الجلايكوليتيك باسوي العادي هيلاقي الجلوكوز هيتحول بعد كده لحاجه اسمها 1 3 ديفوسفوجليسرات اللي هي هتتحول بعد كده لحاجه اسمها بيروفيت ثم اللاكتيت. كسايد واي ال 1 3 ديفوسفوجليسرات في وجود انزيم اسمه ديفوسفوجليسرات ميوتيز هيتحول ل 2 3 ديفوسفوجليسرات اللي هو غايه في الاهميه اللي هو الموست ابوندنت اورجانيك فوسفيت موجود في الار بي سيز. هذا ال 2 3 ديفوسفوجليسرات كميته كبيره جوه الار بي سيز. ليه؟ لان البي اتش بتاعتها اعلى سنه من الاكسترا سيلر فلويد اللي براها من البلازما. ال 2 3 ديفوسفوجليسرات في وجود انزيم اسمه 2 3 ديفوسفوجليسرات فوسفاتيز هيشيل 1
1 فوسفيت جروب، هيتحول الاثنين 3 ديفوسفوجليسريت الى ايه؟ الى 3 فوسفوجليسريت. يبقى قدرت اعرف ان كلامي اهو، اما اقول 2 3 ديفوسفوجليسريت سينثسايز فروم ان انترميديت اوف جليكوليتيك باسوي. الانترميديت ده اللي هو مين؟ الواحد 3 ديفوسفوجليسريت في وجود انزيم زي ما قلت اسمه ديفوسفوجليسريت ميوتيز. طيب هذا الاثنين 3 ديفوسفوجليسريت مهم؟ قال لك اه، ات از ان امبورتنت ريجوليتور for the binding of oxygen to hemoglobin. انا عارف ان الاكسجين عشان يتشال في الدم بيتشال بيمسك في مين او بيتفاعل مع مين؟ بيتشال بواسطه الفيروس اوف هيموجلوبين. الفيروس اوف هيموجلوبين ببروسس بقول عليها اوكسجينيشن وليست اوكسيديشن. في تنافس ما بين الاثنين 3 ديفوسفوجليسريت والاكسجين. لو زاد الاثنين 3 ديفوسفوجليسريت هيقل الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين، وبالتالي يؤدي ان الاكسجين هيحصل له ريليز للتيشو. عايزين توضيح اكتر؟ يعني في كومبيتيشن، في تنافس بين 2 3 ديفوسفوجليسريت اند اوكسجين فور بايندنج ويز هيموجلوبين. لو احنا عندنا الهيموجلوبين اهو وعندنا اربع جزيئات 2 3 ديفوسفوجليسريت وجزيئين اكسجين، الهيموجلوبين هيشيل مين؟ هيشيل هيمسك في مين؟ في ال 2 3 ديفوسفوجليسريت، وهيسيب مين؟ الاكسجين. الاكسجين اتساب هيروح لفين؟ للتيشو. يبقى في كومبيتيشن. والعكس لو بفرض ان انا عندي الهيموجلوبين اهو وادى ال 2 3 ديفوسفوجليسريت والاكسجين كان اهو، الاكسجين كان اكتر مثلا كده، يبقى هلاقي الاكسجين هيمسك في الهيموجلوبين وهيعمل ريليز لمين؟ لل 2 3 ديفوسفوجليسريت، فبالتالي هتزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين. يعني هيحصل هيبوكسيا لان الهيموجلوبين مش هيسيب الاكسجين. زي ما قلنا واحد معاه مليون جنيه لكن عينهم ايه في جيبه ما بيصرفش منهم مليم. يبقى غني لا ده فقير لانه ما بيصرفش حاجه، اللي بيصرفه اللي هو مقدار ما عنده. كلام كويس. طب نقطة غاية في الأهمية زي ما قلت من شوية، ات هاي بي اتش، لما البي اتش تعلى زي حالات ات هاي التيتيود فوق قمة الجبل يبقى في اركانوزس. الاثنين تلاتة ديفوسفوجليسريت هتزيد. الزيادة سببها ايه؟ لأن الإنزيم اللي أنا قلت عليه 2 3 ديفوسفوجليسريت ميوتيز اللي هو هيحول 1 3 ديفوسفوجليسريت ل 2 3 ديفوسفوجليسريت هيزيد، وهتزيد الاكتيفيتي بتاعته فهيزيد تكوين ال 2 3 ديفوسفوجليسريت. وفي نفس الوقت الانزيم الثاني اللي هو الديفوسفوجليسريت فوسفاتيز الاكتيفيتي بتاعته قلت، وبالتالي مش هيتكسر ل 2 3 ديفوسفوجليسريت، فبالتالي هيزيد الديفوسفوجليسريت اللي هو ال 2 3 ديفوسفوجليسريت. طيب البلاد ترانسفيوجن بقى، الدم المتخزن في بنك الدم ستورد بلاد، بلاقي ال 2 3 ديفوسفوجليسريت في الستورد بلاد اخباره ايه؟ بيقل. من الحاجات اللي بتقل لما نخزن الدم في بنك الدم ايه؟ ال 2 3 ديفوسفوجليسريت. طب السبب ايه يا حبيبي؟ بمنتهى البساطه هنقول له ليه؟ لان قال لك خلي بالك، اولا تبقى حاطط في دماغك ان في خلال اسبوع لاسبوعين بلاقي ان ال 2 3 ديفوسفوجليسريت بيبقى ديبليتد، يعني بيوصل الليفل بتاعه لزيرو. طب السبب ايه؟ بيقل ليه وبيبقى ديبليتد ليه؟ قال لك لان الستورد بلاد البي اتش بتاعته بتقل، سواء للكونتنت بتاعته بتاع السيتريك اسيد او للميتابوليزم الجلايكوليسيز هتطلع لك لاكتيت وده اسيد، يبقى هيقلل البي اتش. فلما يقلل البي اتش هيعمل ايه؟ هيزود الاكتيفيتي بتاع ال 2 3 ديفوسفوجليسريت فوسفاتيز، وهيقلل الاكتيفيتي بتاع الديفوسفوجليسريت ميوتيز. فالنت ريزلت ان هيقل ال 2 3 ديفوسفوجليسريت. اظن بقت واضحه. طب النتيجه ايه يا حبيبي؟ النتيجه ان يقل ال 2 3 ديفوسفوجليسريت، الكومبيتيشن موجوده ما بين ال 2 3 ديفوسفوجليسريت والاكسجين، هتزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، فالهيموجلوبين هيمسك في الاكسجين بايديه واسنانه. يعني معناها ايه؟ انا عندي اهوت 2 3 ديفوسفوجليسريت اهو قل لكن الاكسجين زاد، فالهيموجلوبين مسك في مين؟ في الاكسجين. يبقى هل
هيبقى في ريليز للاكسجين للتشو؟ لا، وبالتالي بلاد ستورد فور مور ذان 2 ويكس اف ترانسفيرد او ترانسبورتد او ترانسميتد تو اي بيشنت ات مي بي ديسبوز تو هايبوكسيا. ليه؟ لان الاثنين ثلاثه بيفوسفوجليسيت قليلين، فما يقل معناها ان الاكسجين ماسك في الهيموجلوبين بايديه واسنان، الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين مش هيسيبه. يعني معناها ايه؟ معناها في لودنج للهيموجلوبين وذ اكسجين، يعني معناها في شيفتنج اوف اكسجين ديسوشيشن كيرف زي ما هنتكلم بعد كده تو ذا ليفت. يبقى انا عرفت النهارده حاجه اسمها الايه؟ اللي اتكلمت عنها النهارده نبذه بسيطه، حاجه اسمها الاثنين ثلاثه ديفوسفوجليسريت. عرفت هو ايه اصلا الاثنين ثلاثه ديفوسفوجليسريت بينشا ازاي؟ اهميته ايه؟ علاقته بالبلاد ترانسفيوجن ايه؟ علاقته بالاكسجين ترانسبورت ايه؟ علاقته بالهايبوكسيا الناشئه عن نقل الدم لو نقلناه دم اتخزن مده طويله وكميات كبيره. عرفنا ليه؟ وبالتالي يبقى انا فهمت نبذه مختصره عن الديفوسفو الاثنين ثلاثه ديفوسفوجليسريت. للتواصل عبر الموقع خافب لدوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل. نسالكم صالح الدعاء.